طلاب الصف السادس الابتدائي بمدرسة الأندلس الإعدادية الابتدائية الخاصة للبنين، أهلا ومرحبا بكم مع الدرس الأخير في هذا العام بعنوان فصل المواد غير الذائبة من الماء. في البداية وقبل أن نبدأ نذكركم بأهمية الاشتراك في قناة المدرسة على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. سبق وتكلمنا على المحلول في الدرس الماضي، وقلنا أن المحلول هو مخلوط متجانس ينتج عن ذوبان مادة في مادة أخرى، مثلا زي عندما تضيف السكر أو الملح إلى الماء. فهناك مواد تذوب في الماء مثل الملح والسكر، وهناك مواد لا تذوب في الماء مثل الرمال والزيت. طيب، في الصورة أمامك، في الصورة التي على اليمين هناك مخلوط غير متجانس للرمال مع الماء، وهناك في الصورة على اليسار مخلوط غير متجانس للزيت مع الماء. طبعا هذا يتنافى مع التعريف في أعلى الشاشة وهو تعريف المحلول، وتعمدنا هنا أن نضع تعريف المحلول واللي هو بيعد مخلوط متجانس، وفي الأسفل صور لمخلوط غير متجانس علشان نبرز فكرة إن الرمال والزيت ومواد أخرى مثل الطحين أو القهوة لا تذوب في الماء، وبالتالي ما أقدرش إن أنا أسميها محلول. تمام؟ يبقى إذا المحلول من المواد التي تذوب في الماء فقط مثل الملح والسكر، لكن الرمال والزيت لا يطلق عليها، إذا خلطت مع الماء لا يطلق عليها محلول، وإنما تسمى مخلوط غير متجانس. طيب، هذه المواد طبعا في الدرس الفائت تكلمنا عن فصل الملح الزائد في الماء بعملية التقطير عن طريق هذا الجهاز، وهذه العملية زي ما عرفنا بتتكون من مرحلة التبخير كمرحلة أولى، ثم مرحلة التكثيف كمرحلة ثانية، بحيث ينفصل الماء العذب عن الملح، طبعا هذا في المواد الذائبة. طيب، هل من الممكن ان انا افصل المادة الغير ذائبة في الماء؟ طبعا هذا المفروض يكون اسهل، لان المادة التي تذوب بيكون المفروض استخلاصها من الماء اصعب من المادة التي لا تذوب. تمام، ولذلك احنا في فصل المادة الغير ذائبة في الماء بنستخدم طريقة الترشيح، وهي طريقة سهلة جدا بتعتمد على فصل المواد الصلبة من الماء باستخدام أداة تسمح لجزيئات المذيب بالمرور وتحجز المادة الصلبة. أمامك هنا جهاز يستخدم في عملية الترشيح. طبعا هنا في الكوب في الأعلى هنا في عندنا مخلوط غير متجانس، تمام، ماء مع أي أعشاب مثلا رمال أي شيء. تمام، وهنا في الجزء اللي احنا هنحدده أو اللي بنحدده باللون الأحمر ده عبارة عن ورقة ترشيح اللي هي هتكون المرشح بتاعنا. تمام، وبنضعها داخل قمع بلاستيكي أو زجاجي، يعني بتجيب قمع وتضع مكان بداخله ورقة الترشيح أو الفلتر أو المرشح، وبنبدأ بصب المادة. بتجد إن في المنطقة اللي هنلونها باللون الأصفر دي، تمام، بيحتجز المادة الصلبة ويمر فقط الماء، يمر هنا فقط الماء وينزل إلى الأسفل، بالظبط زي ما نكون بنصفي شاي أو بنصفي ينسون أو أي شيء من هذه الأشياء. عملية التصفية دي اللي احنا بنعملها في البيت كل يوم دي هي دي نفس عملية الترشيح، اللي هي بتعتمد على وجود مرشح، تمام، أو بين قوسين مصفاة، هذه المصفاة أو هذا المرشح وصفته إن هو بيحتجز المادة الصلبة ويمنعها من المرور، في حين بيترك الحرية للسائل أو المذيب إن هو بيمر. إذن أنا هنا عندي المرشح اللي هو الأداة المستخدمة، ثم
المادة المتبقية، ثم الراشح. الثلاث أشياء دول هم الأهم، أو أهم شيء في عملية الترشيح: المرشح اللي هو الأداة المستخدمة في الترشيح، المواد المتبقية اللي هي المادة الصلبة، تمام، ثم بعد ذلك الراشح. الراشح وهو المذيب، أيا كان بقى ماء أو زيت أو أي شيء. إذن الراشح هو المادة، الماء أو المذيب الذي يمر من خلال المرشح. المرشح هو أداة الترشيح المستخدمة لفصل المادة الصلبة عن المذيب، والمواد المتبقية هي جزيئات المادة الصلبة التي يحتجزها المرشح ويمنعها من المرور. طبعا المرشحات بتستخدم على نطاق واسع في حياتنا العملية، والمرشح أو زي ما احنا بنعرفه في الحياة العملية اللي هو الفلتر. هناك فلتر لصنبور المياه زي ما انت شايف كده بالشكل الصغير ده، هناك فلاتر على مستوى أكبر، حتى إن هذه الفلاتر منها ما يوجد في المصانع وبتكون أضخم من كده بمراحل أكبر بكتير. هناك فلتر للزيت، تمام، زي ما احنا عارفين زيت الماكينات بتاع السيارات أو أي أدوات أو عربات ميكانيكية بيحتاج دائما للتغيير كل فترة، تمام. وعملية الترشيح حتى لا تتم للسوائل فقط وتتم للهواء، زي ما احنا عارفين كل المكيفات موجود فيها فلتر خاص بمنع الأتربة من الدخول إلى داخل المكيف، وبيحتاج إلى التنظيف من فترة إلى أخرى. يعني فلتر المكيف هذا أيضا مثال على عملية الترشيح. كذلك هناك مرشح مهم جدا بنستخدمه هذه الأيام على نطاق واسع جدا جدا، وهو الكمامة. الكمامة هي نوع من أنواع المرشحات، الغرض منها منع عبور الغبار أو الميكروبات إلى المجرى التنفسي أو الفم للإنسان. هذه أيضا عملية ترشيح، تمام. إذا المرشحات قد تستخدم مع السوائل زي مرشحات الماء أو الزيت، وقد تستخدم مع الهواء، تمام. هذا هو نهاية المنهج للباقة الرابعة. بإذن الله الدرس القادم هيكون هناك استعراض لأهم الأسئلة على تغيرات الفيزياء الكيميائية وعملية الذوبان وعملية التقطير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.